خطوط الصمغ على الألواح يبدو أنها ستعمر طويلاً، كما توارثتها الأجيال كوسيلة ناجعة في تحفيظ القرآن الكريم وترسيخ رسم الحروف في ذاكرة الحفظة. تحفيظ القرآن الكريم كيف تتم؟ في الكتاتيب والمدارس القرآنية. شيخ يملي على التلميذ، وهذا نصف الحفظ، لأنه تلقى الكلمة تلقياً صحيحاً من الشيخ، ثم كتبها على اللوح، وهنا تلتقط ذاكرة الطفل هذه الآية التي يريد كتابتها على اللوح من فم الشيخ بأداء سليم وصحيح، بعد أن ينتهي من الإملاء وينتهي الطالب من كتابة ما أملي عليه، يعود باللوحة إلى الشيخ ليقوم بتصحيحها كما نفعل الآن. بساطة الوسائل المستعملة في خط حروف الذكر الحكيم بالاعتماد على الإمكانات المتاحة لها دلالاتها وأسباب الاعتماد عليها منذ القدم. اللوحة هذا هي طريقة قديمة جدا، طريقة الأباء، توارثها الأجداد سالفا عن سالف، تعتمد على الكتابة بالصمغ يعني بالدواية والقلم. تتم هذه اللوحة عن طريق يعني محيها بالصلصال. الحفظ في المصحف ما يثبتش، وربما يحفظه التلميذ محرفا، وبالتالي اللوح هذا يستطيع الشيخ أن يتدارك الأخطاء للتلميذ. تبقى اللوحة والصمغ كأداة لتعليم وتعلم كتاب الله عز وجل صامدة رغم التطور الكبير في عصر التكنولوجيات الاتصال والإعلام.